وأنا في هذا الموسم راح أستخدم المخصب وهو منتاج الشركة العمانية للمخصبات، عبارة عن سماد أبقار معالج حراريا. هذا الكيس عبارة عن 40 لتر، بمجرد الاتصال بهم راح يوصلوا إلى رز الباب، وهذا أمر مهم على المزارع. هذا السماد نستخدمه بمقدار 2 كيلو لكل متر مربع. الحاصل الأسمدة من شأنها الاحتفاظ بالمياه، تحسين قلوية التربة، أيضا تعزيز وجود العناصر الغذائية وأيضا حتى الكائنات الحية الدقيقة، أمر غاية في الأهمية. لو استخدمنا الأسمدة المعدنية بعد الزراعة مع وجود الأسمدة راح تجد من يحتضنها، لأن نسبة ترسب تلك الأسمدة عالية إذا كانت فقط على تربة مكشوفة، أما إذا كانت على سماد راح تجد حاضن لها، وبالتالي زيادة كفاءة هذه الأسمدة على الزراعة. نقطة أخيرة، المعالجة الحرارية بمعنى أنه يكون خالي من البذور وأيضا خالي من الأمراض كالنيتودا والأمراض الفطرية، وبالتالي تحمي نباتاتك من شر تلك الآفات. وإذا حبيتوا أنكم تقتنوا مثل هذا السماد فما عليكم إلا بالتواصل على الرقم الظاهر أمامكم في الشاشة. وفقنا الله وإياكم في زراعة هذا الموسم.